تعجنا الفرصة ورانا نقلعو في السلق والخبيجة والسلق والخبيجة. الخبيجة هذه هي معروفة على مستوى الغرب الجزائري وتشبه تشبه في هذيك الملوخية تاع المصريين اللي ياكلوها في التوانسة وفي قسنطينة. حنا عندنا في الشرق الجزائري يستعملوا بزاف الملوخية وحنا نعيطوا لها الخبيجة. هي ماشي كيف العشبة ولكن الخبيجة شابة. نستعملوا الخبيجة ونقلعوا السلق. أنا عند الزملاء تاعنا هنا وطلبت الإذن عند صاحبي الأخضر، ولكن طلبت الإذن من صاحب هذا البستان ونتمنى كسماك الله محمد عند محمد، ونتمنى إن شاء الله غدوة كاع يجوا يقلعوا الخبيزة إن شاء الله. ولا واش قلت يا سي الأخضر؟ كاينة وتكون نبروفيتي هنا باش ندو شوية خبيزة وراني نقلع، يعني باش ما يقولكش راه يتكبر على الخدمة. لا راك تشوف ها مليحة. بارك الله فيك السي الخضر. بارك الله فيك الحاج سعيد. دير في بالك أنا الخبيز منا هو عليه هنا كاين بزاف وكيما مشيتكم انتوما سكنوا قليل وقيلة. ماشي قليل الخبيزة عندنا مشيت كاين ماشي مكاينش. دير في بالك هذا جنان تما ما فيهش يعني حيوانات ولا نقي. واه جنان ونقي وفي نفس الوقت علاش الخبيزه ولات عزيزه؟ باسكو دوك مول الجنان ما يخليكش تدخل له بلاده ياك. سي بور سا الخبيزه ولات عزيزه بزاف، وهادو اللي راهم يبيعوا فيها الله يعطيهم الصحه بارك الله فيهم. لكن هي تعتبر مأكولة شعبية وفي نفس الوقت لو كان ردوها حاجة صحية تقدر تكون داوي حاجة أخرى. بالك داوي حاجة أخرى كاينة. بارك الله فيك سي خضر. صحيت الحاجة صح.